ما هي وقت صح؟ كم باقي؟ والله ما ادري كم باقي بس باقي وقت، بس باقي وقت، باقي وقت. باقي وقت. تعال ابو ضي، في اسئله هنا. على المحور اليوم. اول مره تطبخ؟ والله اني عارف. مصري هذا بدل فيه ولا الدنيا. حطون انا وابو ضي لا دا ولا دا. وهذا المقدم اللي كبر. انا اشهد. لا والله الا بني مقبل. سلامكم يا شباب. والله لا طيب يا اخوي انا بسالك اول مره بسالك انا ليش القرعه يحطون واحد مع واحد ما يعرف يطبخ لا دا ولا لا قرعه ما ندري عنها والله يسوي العمل انا وفارس وشو اول مره لحن يجي على توقع هو لحن يشتغلونه قبل على الوقت ما اتوقع اول مره والله والله اماراتي اماراتي قصيده لي هنا وكلنا رجال الله مراد صح؟ هلا كلنا رجال الحاله متى تجهز؟ ان شاء الله شوف امس اشتغلنا عليها لان هي كانت طويله ثمان ابيات ايه ايه اقول لك الحين هي القصيده عشان تسميها قصيده من ثمان ابيات وفوق اقل من ثمان ابيات تعد ابيات فهذه اللي امس العمل اللي سويناه انا وفارس هذا يعني زي ما تقول اقل قصيده اللي هي ثمان ابيات ايه اشتغلنا على ثمان ابيات وطيب متى تخلص ان شاء الله هي بدينا بها امس كلماتي طبعا اداء فارس الحان هيثم الملحاني ايه بدنا بها امس ان شاء الله قل ست ايام يعني لا يمكن او خمس ايام كذا ايه امس يعني بعد اربع ايام خمس ايام تكون جاهزه باذن الله لحن اول مره يطب في قناه الواقع الرب يوفقك هذه باقي عاد احنا اللي اعتمدناها ثلاث ايه وحده تمت اشتغلنا عليها بس ما خلصت وباقي ثنتين لا ما اشتغلنا عليها بس نحتري ذي نفس اللحن؟ لا غير وين الثنتين الثانيات على الطوال وحده يمكن حدود كم 14 بيت تقريبا أو ما شاء الله كم دقيقه إيه. والله ما ادري بس اللي امس يمكن تاخذ حدود ثلاث دقائق الا يا سلام إيه. بسيطه لحن جديدي بس لان ليش اخترتها كبدايه لانها فيها فارس انا وش اقول قلت طبعا اللحن ما راح اقول انا اقول ما خانتني الذاكره اي اقول سلام يا خاطري مني ادري من البعد بتعاني الغيبه اللي غصب عني عايش على دنيتي ثاني فارس على شعري قم غني حزنك ترى وافق أحزاني أكتب قصيدي عمل فني والجرح باين على الحاني يهم والجرح باين على الحاني الهم بالظلم ساجني والحزن في السجن سجاني يهم لو كنت غابني لا تحسب أنك بتقواني أبظهر الضحك من سني ما همني جور عدواني يا رب لطفك علي لأني دايم وذكرك على لساني الله الله هذه اعتمدنا أنها تكون أول وحدة لأنها انا ذاكر اسم فارس فيها عرفت ايه ايه ايه. باذن الله ان شاء الله يا سلام والله شغل شغل خلصتوا انتوا وانتم خلصنا ما دخل معهم انا صح اوه هناك اي والله وجه طيب شبر الرحمن شبر الرحمن ترى احنا ما نلام في التاخير اول شيء حتى النار قام تطلع على تعال 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 خايف لا خلاص اجي انا اجي 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 شوف 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 النار شغالة صح؟ ايه شوف شغالة صح؟ ايه طفت يا ولدي شوف امها الغاز شوف يا اخوي هذا شغال من لكم ساعة هذا خبيب يا ابن الحلال عاد مشكلتكم ما ليش ما تكلمت لا ما هي مشكلتها من زمان يا رجال حل المشكلة انت جن جت يا اخوي باقي سبع دقائق ها باقي سبع دقائق ليان سبع دقائق لا اللي قالها مو بربيع جزاك الله خير يا ابو ربيع غير ابو ربيع ابو ربيع قد البحر و مرجان اسمع ترى احنا تعودنا في المقادير على قلب واحد اساعد ذا وذا ساعد لا لا هذا انتم انتم في ابراهيم انتم مقادير الشيء اللي تشوفونه سهل بس صعب عليكم لا اساعدهم بالعكس إيه؟ ليه الفقره تروح كذا بالعكس صحيح ليش كم ساعه الحين ريا كم باقي هذا علامه ذا كم باقي بسم الله والحين 51 يعني انت تنتهي كم باقي سبع دقائق